الحلول الممكنة للنهوض بقطاع الطيران وتطوير التشريعات الخاصة به محور ندوة صحفية عقدتها جمعيات مختصة في المجال، أطلقت خلالها مبادرة لتطوير المجال الجوي. تفاصيل أوفى عن الموضوع في الورقة التالية. لم يعد المجال الجوي مقتصرا على الطائرات التجارية والحربية، فبتطور المجتمعات تطور المجال الجوي الذي صار رافدا اقتصاديا مهما لدى عديد الدول التي عرفت كيف تستثمر في هذا الفضاء سياحيا وأمنيا وتجاريا وحتى صحيا. هذا التطور ما زالت تعترضه عديد العراقيل، منها القانونية واللوجستية، وهو ما حدا بجمعيات مختصة في هذا المجال إلى عقد ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق الدائرة الجوية التي من خلالها تدرس الاستراتيجيات المتاحة للنهوض بقطاع الطيران في تونس. نحاولوا نطوروا ونحسنوا ونعززوا نظام السلامة في تونس، وتكون أجواءنا سليمة وآمنة، وتكون تونس ترجع لمكانتها خاصة في مجال الطيران المدني اللي تونس يشهد لها العالم. الشباب اللي عملوا في الدرون وخطر مستقبل العالم هو الدرون، دونك احنا باش نحاولوا نكرسوا هذايا ويبدو الإطارات المعنية متوفرة ليهم لباش يعملوا. القوانين التونسية ما زالت متأخرة في المجال الجوي والطيران، وهو ما يسعى ائتلاف الجمعيات إلى تلافيه من خلال تقديم مشاريع قوانين تتأقلم مع التحديث وتكون محفزة للاستثمار في هذا المجال، خاصة وأن مردوده الاقتصادي كبير جدا. الدرون اللي نجم اليوم في السياحة للتصوير، كذلك في المجال الطبي ينجم يوصل الفاكسان في منطقة ما تجمش توصل لها، وهذا قاعد سائل اليوم في الولايات المتحدة، وكذلك التصوير الخرائط والمراقبة، كما عندنا نحن طيارين المراقبة الفحص متاع الطيارة نجم نعملوه بالدرون، معناتها وفحص دقيق زاد خاطر تبدا عندها كاميرا دو بريسيزيون اللي نحن ما نشوفوهمش مرات في المعطى. هذا كله قاعد صاير في العالم ونحن لازم يصير عندنا نحن. هذا وتسعى الجمعيه الى تكثيف الدورات والحملات التحسيسيه لتعريف المواطنين باهميه الطيران ودوره في خلق فرص شغل ذات قيمه مضافه عاليه، خاصه في التكوين والصناعات الجويه ورسم الخرائط والسياحه.